يا صراحة خسارة مرة، على ما كناش نستناو أداء تاع المباراة، كان أسوأ مباراة الله أعلم شتها هاد العام تاع مولودية. فيها أربيت راجي كسر اللعب بزاف، لي بوا ما قدروش يلحقوها، أربيت فيسوي بزاف، والعلم لله، ولي جوال ما كانوا باردين، ما كاش ما كان والو. أنا والله العظيم غير شفت بريمير ميطون في الصطاد، أقسم بالله العلي العظيم غير خرجت هبط للدار ديريكت. دخل ديجا تاع ليكيب اللي دخل بها من الاول حبيبي يا خويا، ليكيب هاي معاك عام كومبلي بومال خويا، غزاله ما يدخلش تيتيلر تاع البيه شي حاجه بالعمل، يعني طري بون جوار مي غزاله خويا، خير منهم كاع كيما راهم في اللاكس هو الاول، ومن بعد خير بين عبد الله وين بالعمري حبيبي دبر راسك. بصح غزاله يدخل تيتيلر والله غير في الدخله، اش ما كاش غزاله زيد دخل بايا زيد شال عنده ما لعبش السيد، ما كاش كاع ايتيك او يلعب والله ريتم هابط بزاف. الله اعلم غلط في التشكيله، لون دريان ريسال فيها بزاف، تحكيم يكسر اللعب، وبصحتهم سي ار بي والله المشكل مازال خلفونا ان شاء الله في سوبر كوب باش تجي حلوه، تشكا بتشكا وسلام عليكم.